سيدي خالي جاهز للمواجهة. تفضلي خالي عادي. وهلا اطلعي منيح بهالبنت، هي ضربتك بالسيارة؟ جاوبيني خالي، هي اللي ضربتك بالسيارة؟ بصراحة ما عم اتذكر. سيدي لو سمحت، بترجاك لا تؤاخذني ان ارتكبت غلطة. وشو هالغلطة؟ الظاهر اخذت نمرة السيارة غلط، يعني انا بدي اسحب الشكوى تبعي. قبل شوي كنت بدك تحاسب المذنب، شو اللي صار لحتى غيرت أقوالك؟ ما صار شي سيدي، بس الظاهر كنت غلطان، ما بيصير؟ والله بيصير، ما في مشكلة، بس الغريب بالموضوع أنك تغير أقوالك بهالسرعة، ليكون حدا ضربك على راسك أو حط لك شي بجيبتك. سيدي شو قصدك بهالحكي؟ يعني كل واحد بغير أقواله عنا، يا تعرض للتهديد أو ارتشى. خالي قولي، هاي البنت اللي ضربتك بالسيارة؟ بس أمي كبيرة وما بتشوف منيح، منشان هيك ما رح تجاوبك مزبوط، وبجوز تكون غلطانة. أنت سكوت ولا تحكي. ما بصير تضغط عشود سيد نجيب، مثل ما سمعت الولد عم بيقلك غلطان، لسه شو بدك؟ بعد وعن وشي قبل ما أعمل شي ما يعجبكن، الظاهر أنكن قادرين تشتروا ناس بالمصاري. نحن ما رح نطلع من هون لحتى ناخد نورة معنا. هاي البنت بنتي وراح ترجع معي على البيت. البنت راشدة، هي بتقرر هالشي، لا تتدخل بحياتها. روحوا اشتكوا علي، روحوا على المحكمة، ما راح أعطيكم بنتي، ما راح تاخدوها، فهمتي؟ ما راح تاخدوا بنتي مني. نورا ما راح تكون لعبة بإيديكم، نقلعوا من وشي. ما بيصير تتعامل معنا بهي الطريقة. ما بتقدر تخصبها لتعيش معك، رح تتحاسب على هالشي. ولك روحوا نقلعوا بلطوا البحر، نقلعوا من مكتبي، لا تعصبوني أكتر، نقلعوا نقلعوا. رح تطلع يلا لا تفشوني خلقتكم. اهدى شوي، صار لازم روح. ماشي، خبريني بأي شي بتشوفيه. بصراحة أنا شامم ريحة وسخة بالقصة وماني مطمن كتير، وحاسس في شي غريب عم يصير. أنا كتير خايف يكونوا كاشفين إنك عميلي لإلنا، والحقيقة أنا شاكك تكون هالخطة يلي عملوها مجرد طعم، ومنشان بكرة ما بدنا نلتهي مع هذا الزلم كتير. وأنا برأيي لازم نفترض إنه في خطة تانية، ونكون جاهزين لأي اعتداء تاني، ونكون محتاطين وحذرين منيح. لكن خلينا نخبر القائد شرف منشان ما يحضر الجنازة بكرة. السيد شرف ما راح يقبل بهذا الشيء، وبصراحة لازم يكون موجود بالجنازة، لأنه الأعداء بكرة راح يقولوا خايف وما قدر يحمي حاله، وإذا القائد العام ما قدر إنه يحضر تشييع الشهداء تبعه، فما راح يكون كفو لحماية هذا البلد، وفي احتمال هذا الشيء يقوي معنويات المنظمات الإرهابية كتير. مزبوط كلامك. لكن هن خبروك إنه خطفوا النقيب منشان يخلوه يغتال القائد شرف، ها؟ بس بعدين قالوا لك إنه نغيروا الخطة تبعهم، ما هيك؟ إيه. هلأ اسمحوا لي. روحي مع السلامة. ليلى. ديري بالك على حالك، بكهاس شيطان وداهية، إذا عرفك عم تشتغلي لحسابنا. لا تقلق، ما رح يصير لي شي. القصة مو إني قلقان، بس منشان تديري بالك أكتر. أنت طيوب كتير، وأنت دير بالك. أكيد تكرمي. لو عرف غيث إنه ليلى هي مليكة شو بيعمل؟ ما كان تعامل معه بهاللطف. ايه خليه يعرف. رح يعرف بالوقت المناسب، رح يجي يوم ويعرف غيس مين هي ليلى. مو لازم نروح نسهر سهرة حلوة؟ وسهرة ما رح تنساها. ليش انا بقدر احرمك من هاي المتعة
يا زكريا الصغير. يا بابا اترك ايدي، لوين رح تاخذني؟ رح اخذك على بيتنا. كم مرة بدي اقول لك ما رح ارجع على البيت، بدي اعيش مع جده. لا يا خانم، رح تعيشي معي. صدقني انا رح خليك تدفع ثمن هالعملة غالي كتير. يلي بيطلع بايدك لا تقصر فيه. بدي شرشحك وبهدلك بالمحاكم ورح تشوف. بكره منشوف مين رح يشرشح ويبهدل التاني. يلا نلعو، احسن ما تخلوني اشحطكم وزدكم برا. انت عن جد واحد قليل ذوق، عيب. نحن رح ننهي الشغلة بالقانون ورح ناخد حقنا، وساعتها ورجينا حالك. يلا نروح. شو بتفهموا بالقانون إذا عم تشتروا الناس بالمصاري وبتخلوهم يغيروا شهادتهم؟ بابا بيكفي، أنا ما رح أرجع معك على البيت، فهم بقى؟ ليكي إذا عدتي هالجملة مرة تانية وقلتي لي ما رح ترجعي، رح أتعامل معك بطريقة ما بتعجبك. سكتي بقى، امشي امشي. أوه. شو البطل تبعنا هون؟ مرحبا معلم. سيد سادات تفضل. جنيد يا سبعي، بكرة وقت يكونوا بالتشييع رح تلزق هاللصاقة على رقبة النقيب، فيك تساويها؟ هاي شغلتنا، لا تقلق بنوب. برافو عليك، أنا واثق فيك، خد لك أنا. شو أختي، شايف كأنك راجع على البيت غصب عنك؟ بلا هالحكي الفاضي. ليش ما عم تقبل امزح معه؟ خلاص ابني، انت روح نام. يلا. بعد اليوم ما راح تطلعي غير لحتى انا اسمح لك. وبلا ما اروح على الجامعة كمان؟ راح تروحي على الجامعة، بس بعد ما تخلصي بترجعي على البيت فورا. بس يا بابا، انت ليش عم تتعامل معي هيك؟ شربتي خمر وسقتي بدون شهادة ودعستي مرة، ولولا ستر الله كنتي رح تقتليها. كل هذا الغلط وانت لساتك عم تسأليني ليش عم تتعامل معك هيك؟ بابا بترجاك، ليش ما عم تصدقني؟ أنا ما دعست هديك المرة. وفوق كل هذا عم تكذبي. ليكي بنتي، بكل عيلة بصير في خلافات، بس شو ما صار ما لازم نطلع عن الطريق الصح، تعلمي من هالدروس. وشو إلها علاقة هاي بمشكلتنا؟ في إلها علاقة كبيرة. لما أنت بتعملي هيك أخطاء رح يقولوا أنا ما قدرت ربيك منيح وخليتك تصيري تتصرفي هيك، رح يتهموني إلي بإفسادك بالدلال. تركني مشان ما تسمع أي كلمة. لا لا تفكري إذا الأب ما ربى ابنه على الأخلاق بيقدر الولد يتصرف على كيفه. مشان هيك لازم نقعد ونتناقش سوا لنلاقي حل لمشكلتنا. ماني بنت مستهترة وبلا أخلاق. ماشي، بيني لي هالشي بأفعالك مو بالكلام، صححي أخطائك برجع ثقتي فيكي. بس أنا ما أخطأت بأي شيء. شرب الخمر وسواقة من دون شهادة مانن غلط؟ لما تعرضي حياة الناس للخطر ماله غلط؟ لما بتتركي عائلتك وبتتركي أخوكي مانو غلط؟ عملتي كل هالأخطاء ولساتك عم تناقشيني؟ نورا اللي ربيتها رح تقعد وتفكر وتعرف وين غلطت وتعتذر، ساعتها رح أقول إنها بنت عاقلة. يلا تصبحي على خير. بابا وقف، لا تقفل الباب. اوف يا
الجامع محمي من كل الأطراف. ماشي، افتح عيونك منيح. هذا هو الإرهابي اللي بده يقوص القائد شرف باشا. أنتوا أول ما تشوفوا لهذا الزلمة بتلقوا القبض عليه فوراً. ما رح يقدر أبداً يقرب من القائد، خليك متأكد سيدي، لا تقلقنه. أنا واثق فيك وبكل الشباب تبعنا. يلا روح على شغلك بسرعة. حاضر سيدي. غيث. نعم سيدي. حاولوا تمنعوا هالإرهابي أنه ينفذ عمليته بأي طريقة. لا تشغل بالك، رح نساوي كل شيء بيطلع بإيدنا سيدي. الله يكون معكم ويساعدكم. يلا. الله يسلمك. يا ابني قتلوك ليلين الشرف. الله يرحمهم ويجعل مأواهم الجنة. ما عم بقدر بتحمل فراقه. طولي بالك يا خالتي، لا تعملي هيك بحالك. أعزائي المشاهدين، سننقل لكم وقائع جنازة تشييع الشهداء ونحن ننتظر وصول قائد القوات السيد شرف. عفوا، أنا آسف. ولي آسف. يا روحي أنا. كيف قتلوك أولاد الحرام وأنت بعد شبابك؟ الله يرحمك يا عمي. ديروا بالكم، أول ما تشوفوه بسرعة قبضوا عليه. حاضر. خد لشوف يا سبعة، رح تكتب التاريخ بهذا القلم. بس بكهاس، أنت اللي عم تكتب التاريخ. إذا كان جنكيز ولا أنا الصغير، نحن ما بنجي نقطب بحرك. زكريا الصغير، لا تستقل بحالك، نحن عم نطبق أفكارك وكل اقتراحاتك. لا تستعجل يا بطل، استنى ليفوت الطير على العش. بابا انت شو بدك؟ طبخت لك جز مز ومثل ما بتحبيها، قللت البيض. يلا قوم افطري. ما بدي اكل، مالي نفس. بنتي ليش هيك عم تعملي؟ هلا انا عدوك شي؟ صار ذنب اذا خفت عليكي؟ لو ماتت هديك المرأة كيف كنتي رح تتابعي حياتك وانتي حاسه بعذاب الضمير؟ يلا قوم افطري، خلينا نروح نزور قبر امك. بابا أنا قلت لك ما بدي أكل، ممكن تتركني لحالي؟ بنتي
نورة حبيبتي، ما فينا نعيش من دون بعض وانتي بتعرفي هالشي. خلينا نحط حد لهالزعل، بنتي لسه في قدامنا حياة طويلة بدنا نعيشها، وما بصير نضل هيك متزعلين. ساعي البريد جاب لك هذا الظرف. شو مكتوب؟ جدكم رافع دعوة جديدة علي من شان الوصاية. سنان أفندي ما رح تقدر أبداً تأخذ أولادي مني. شو ما سويت ما رح تقدر تأخذهم. تفضل سيادة القائد. بعدوا لورا، بعدوا لورا عملكم، يلا كله لورا. لو سمحتوا الكل يرجع لورا يا أخي، بعد لورا. المسكين راح وترك ابنه ما عمره. يا ابني الله يرحمك يا عمري. أنا أولاد الحرام كيف قتلوك يا ابني؟ الله يلعن بأيب حياتكم، الله يجعل مكانهم الجنة. الله يسلمك باشا. الله يخلي هالبلد ويحمي شعبه سيادة القائد. ولو كان في عندي ابن تاني لقدمته كرمال هالوطن. يا عمري دخيلكم انتبهوا منيح، ما بدنا حدا يفلت منهم. الله يتقبلك بين الشهداء يا عمري. دكتور، كأنه هذا الدواء مو موجود بالأسواق؟ اي صح، هذا الدواء ما بيستخدموه إلا الاستخبارات السرية مشان يقدروا يتحكموا بالشخص، وهذا الدواء ممنوع كمان. طيب شو خصائص هذا الدواء؟ ما بيبين بالتحاليل المخبرية، واللي بياخده بيتصرف بشكل طبيعي، ومشان تبين فعالية الدواء لازم ينعطى الشخص دواء تاني بيعمل معه انفصام بالشخصية. يعني بيعرفوا إنه النقيب رح يتصرف بشكل طبيعي ونحن ما رح نقدر نميز هذا الشيء؟ يعني هدول لعبوا بعقل النقيب، وهلأ رح يعطوه مادة جديدة لحتى يخلوه نايم ذهنيا. وقتها رح يصير عدائي وخطير كتير. الله يلعنون، لازم روح خبر غيث بهذا الشيء. Thank you.
البقية بحياتكم والله يرحمهم جميعا. آمين. مثل ما بتعرفوا كل واحد بيضحي بحياته كرمال الوطن، وكل واحد بيقدم روحه كرمال رب العالمين، ويلي ماتوا واستشهدوا بعد ما كانوا هدف لرصاص العدو بيضلوا أحياء عند ربهم يرزقون. يلي نايمين هون بسلام الشهداء يلي قدموا أرواحهم فداء هالوطن، إن شاء الله رب العالمين رح يكافئهم بأعلى المراتب بالجنة. الله يرحمهم ويجعل مأواهن الجنة. آمين. ويتقبل شهادتهم. آمين. ومندعي لرب العالمين يرحم أرواحه. يلا اخي غيث افتح موبايله. هذا ما عم بيرد علي. انت خليك عم تتصل، لازم يعرفوا حالة النقيب. طيب ماشي. لا تتحرك. شو عم يصير؟ لا تقلق، لا تتحرك. خلص. ما في شيء سيدي. ليش عم يشوف امي عليه؟ شو عم يصير؟ تعال معي يا اخي تعال. شو عم يصير؟ تعال. مين هذا؟ انا رايح اشوف شو عم بيصير؟ أنا آسف، شبهتك بحدا. سيدي، خليني أخذك على الجامعة لتهدى الأمور. ما في داعي. أنا برأيي خلينا نحتاط شوي. طيب خلينا نروح. امشي، امشي. اصحك يطلع صوتك. فوت فوت. خلصنا شغلنا. برافو، عملتوا شغل حلو. اهدى ولك، فكر حالك رح تقدر تقتله؟ سيد شرف، لا تشغل بالك، نحن قبضنا على الإرهابي. يسلموا، الوطن ما رح ينسى الخدمة منوب. باشا، مع هيك ديروا بالكم على حالكم منيح. يسلموا، العساكر عملوا كل الاحتياطات لحمايتي. ابني شو صار لك؟ اطلع منيح على هالصور. هذا الزلمة هو عدوك الأول. هذا الخاين، خان وطنه وشعبه وحرقه. ابني شو صار لك؟ مرضان شي؟ هذا الزلمة خاين للوطن. شو هي عقوبة الخيانة؟ القتل. معناته شو رح تساوي مع هذا الخاين؟ ابني احكي، انت منيح؟ كيف الوضع؟ انا حطيت اللصاقة على رقبته وما حدا انتبه. برافو عليك يا بطل. هلا صار دوري. اوه يا عيني، لازم جهز حالي لأطلع المساء على التلفزيون. ونزل لك كم دمعة من عيونك لحتى تأجج عواطف المشاهدين. لو ما بعرفك كنت أنا تأثرت بدموعك. هذا هو الأسلوب اللي أنا بحبه، بنزل دمعتين من عيوني بهيج البحر وأمواجه. برافو عليك يا زكريا الصغير، يلا ورجينا همتك، خلي جنازة الشهداء تصير عرس لألنا. يا عيني انت مبين عليك تعبان، تعال اطلب لك شي دكتور. شو هاد؟ شو اللي منزع على رقبتك؟ بعد ايدك. لك انت شو اللي عم تحكي يا ابني؟ ولك اصحى تقلي مرة تانية يا ابني، عم تفهم؟ نعم خيري. لك وينك يا اخي من الصبح وانا عم بتصل فيك، ليش ما عم بترد؟ لاني ما كنت فاضي لاسمع صوتك يا خيري. وهلأ قلي شو بدك؟ النقيب لساته لهلأ زلمة خطير. كيف زلمة خطير؟ انت شو عم تحكي؟ فهمني، لازم سرعة تبعدوه عن القائد، لانه النقيب هلأ مثل قنبلة موقوتة مصممة لقتل القائد. ما فيني فوت بالتفاصيل، يلا بسرعة. غيث شو في؟ سيدي، النقيب هو يلي رح يقتل القائد، لازم روح بسرعة.
ابني انت عارفان شو هذا اللي عم تحكيه؟ ارجع لوعيك. رح تموت يا باشا. شرف باشا، رح تموت. انت شو عم تعمل يا ابني؟ اصحى على حالك، عم ترتكب غلطة كبيرة. عملوا لك غسيل دماغ؟ شو صار لك فجأة؟ يلا رجع لوعيك، انا راح ساعدك لتشفى. يا ابني انت مرضان هلا؟ ولك انا ماني ابنك ولا شيء. راح تموت يا باشا، لانك بتستاهل الموت. اهدى شوي يا ابني، انت عم ترتكب غلط. انت متذكرني انا مين؟ لا تتعب حالك وتحكي حكي فاضي. ماشي انت ما عم تتذكرني. طيب ما عم تتذكر عساكرك اللي استشهدوا؟ كلياتهم ماتوا قدام عيونك، استشهدوا قدامك واحد ورا الثاني. هذا فخ بعده من هون. شباب بعمر الورد انقتلوا قدام عيونك، انت كيف بتنسى الحادثه؟ هذا الزلمه عدوك الاول، هذا الخاين خان بلده وشعبه وحرقه. يا ابني اصحى على حالك ولا تعمل شي غلط، وتذكر كيف لفينا التوابيت بعلم الوطن، الشهداء كانوا عساكر عندك. العساكر شفتهم عم ينقتلوا، وانا كنت هنيك كمان، بس ما قدرت ساوي لهم شي. لانه خدعوك وبعدين خطفوك، عملوا لك شي بدماغك. فكر شوي وراح تتذكر كل شي. لا تخاف، كل شي راح يرجع مثل الاول، كل شيء راح يكون تمام، وأنا راح ساعدك. يلا نزل المسدس. مين هذا اللي كان بده يقتل القائد؟ حسبي الله ونعم الله. يلعنهم، ما كفاهم قتلوا ولادنا. وين القائد؟ بالجامع. منيح. سيد القائد أنا شو عم أعمل؟ أنا شو عم أعمل؟ خلص اهدى يا ابني، انت ما لك ذنب اللي عم يصير. يلا اعطيني السلاح. حضرة النقيب حط سلاحك بسرعة، انا بترجاك ما بدي اذيك. يلا يلا وقف، لا تتدخل، ما في شيء ما في شيء، مو هيك؟ انت رقت مزبوط؟ غيث نزل سلاحك. حضرة النقيب، حضرة النقيب. سيدي شو هذا اللي أنا سويته؟ شو عملوا فيني؟ خلص يا ابني كل شي راح. سيدي القائد أنا حاولت أقتلك، كيف رح أقدر أعيش هلأ؟ أنا ما عاد فيني أعيش بعد اليوم. شو عم تساوي؟ ارجع لوعيك. انا ما عاد فيني اعيش يا سيدي، ما عاد فيني اعيش مع هالعار. عساكري ماتوا وهلا حاولت اني اقتلك. ابني اهدى واسمعني منيح، هذا اللي صار ما كان غلطك انت، هدول الكلاب عطوك دواء، حتى ليك في لصاقة على رقبتك، انت لازم تشيلها فورا. بس ما رح يرجع شي مثل زمان، رح يصفوني باعتباري خاين للوطن. ما حدا غيرنا بيعرف بالشي اللي صار هون، أنا راح أحاول ساعدك لحتى تتحسن، راح تضل عسكري أبضاي بعيوني. ليك أنا بوعدك وعد عسكري. للأسف تأخرت كتير. غيث
بدك ما تواخذني، نحن بحاجة لهالقلب. يعني من وين رح نلاقي ضابط شريف مثلك؟ حضرة النقيب اتركوني، بترجعكم اتركوني. أنا ما بستاهل أعيش بعد اليوم، أنا بدي موت، خلوني انتحر. خلاص قوم قوم، انسى يلي صار، روق. يسلموا غيس، نحن ما عملنا غير واجبنا يا سيد القائد. يلا شد حالك بقى، يلا. برافو غيس، انسى اللي صار وكب ورا ظهرك. يا ابني عساكرك ومرتك وولادك كلهم عم يستنوك. عساكري؟ بس عساكري ماتوا، هدول قليلين الشرف، لو قتلوني معهم شو كان بدهم من هالشباب؟ لهلأ ما طلع لا صوت ولا حس، روح شوف الوضع. حاضر. سيدي الله يخليك سامحني، والله أنا ما بعرف كيف هيك صار. شكرا لأنكم أنقذتوني. مو بس أنا، اتشكر سيد مسار وغيس كمان. الحمد لله أنه السلاح استعصى. طلعت زلمي محظوظ. هاي مو شغلة حظ، هاي خطة السيد مسار. كيف يعني؟ بعد هاليوم ما فينا نثق بالنقيب وشو ممكن تكون تصرفاته. نحن لسه ما بنعرف شو عملوا فيه. شو قصدك بهالحكي؟ قصدي انه وجود النقيب جنبك وهو مسلح بهالفتره ممكن يهدد حياتك. فاروق تعال لهون. نعم سيدي. حالة النقيب بهالفترة ممكن تشكل مشكلة لأنه وهو عامل سلاح. رح ساوي كل شي بيلزم ولا يهمك. شو بتأمرني؟ بتكسر إبرة مسدسه بس بتخليه مليان، ماشي؟ منعطله للحماية؟ بصراحة فكرة ممتازة. قد ما تشكرتك ما بوفيك حقك، أنقذت حياتي وأنقذت حياة سيادة القائد. كل يلي عملته واجب وبس، لازم نطلع. خلونا نلحق مراسم دفن الشهداء الشرفاء. تفضل. تفضلوا. تفضل باشا. وينو باشا؟ ليش الوضع معنا؟ ليكو يا اخوان، طلع القائد شرف. لو سمحتوا ارجعوا لورا. شو عم يصير هون؟ حدا يتجمع هيك. قولوا شو عم يصير؟ ليش عم يعملوا؟ لو سمحتوا. يلا يا شباب، سيادة القائد ما بيهمنا شو عم يصير. كان في محاولة لورا. عم يرجع لورا. لا. يلا من هون. كيف فشلت الخطة تبعنا؟ كيف؟ يلا من هون. لو سمحتوا بعده من هون. ما حدا يوقف هون رجاء. دخيلك يا ربي شو عم يصير؟ ما حدا يوقف هون. حضرة النقيب أماني عنه. إذا سمحتوا لورا. هو بحاجة للعلاج هلا. قبل ما نتأكد إنه تعافى من هالمشكلة رح نضل نراقبه. بسرعة يا شباب. ليش ما عم تسمعوا الكلمة؟ في واحد جنب الباشا. والباشا لساته عايش والنقيب جنبه كمان. يا خسارة، لا تضلك واقف عندك، تعب بسرعة. لو سمحتوا ارجعوا لورا. بتابع علاج. حاضر سيدي. ممكن بس تعطونا تصريح؟ ما في أي شيء يا جماعة، لا تسووا هيك. خير حضرة النقيب في شيء؟ إذا بتريدوا لورا. هداك أنا تذكرته لهداك. يلا الكل يرجع لورا. أي واحد منهم؟ مزبوط إنه في محاولة. هداك هداك الزلمة. لو سمحتوا ما تخلونا نرجعكم بالقوة. يلا من هون. هو لزق لي اللصاق، أنا متأكد هو يلي لزقه. أنا بدي أمسكه. أنت خليك هون، أنا بحلها. ونحن معك كمان. يلا سرعة. شو عم يصير هون؟ شوفي ليش هرب؟ شبك يا زلمة، استغفر الله. بعدو بعدو هيك. ليش هيك عم يركضوا؟ يلا صور بسرعة. شو عم يصير؟ ما
معلم هدول كشفوا لجنيد وغيث لاحقوا لهون. شو؟ يلا شغل ومشي. وجنيد؟ هلا اتركنا من جنيد، تحرك بسرعة. لك يلا بسرعة. مين كان بالسيارة؟ قول بيكا هاس. منيح يلي نفدنا، شفت شلون؟ يا لطيف كيف طار بالهواء مثل أفلام السينما. لك يموت لجهنم. سو استعجل أكتر. أنا بترجاك خدني. غيس شو صار؟ دعسوا لما ما عاد يلزمون. مين اللي هربوا؟ شفتوهن شي؟ قال لي بيك هاس قبل ما يموت خبرني. شو بفيد الحكي والندم قبل الموت بثانية؟ بعد هيك ابني لا تواخذنا، صار مثل البارود، لا تقرب منه، يلا اختفي بسرعة. بدي اقتلهم كلياتهم واحد ورا الثاني، بدي اذبحهم كلهم، وخاصة غيث. لك بدي شقف وشقف وزد لحمه للكلاب، بدي اذبحهم كلهم وشقفهم تشقيف. المهم انه خطته فشلت اليوم، وهالهزيمة رح تكركبه لفترة. بس هذا كل ما بيخسر بيتوحش أكتر. مزبوط هالشي، رح يساوي شي أخطر. ماما أنا ما عاد بدي أعيش بهذا البيت ابنه. ليش بابا عم يتعامل معي هيك؟ وكأني رح أروح على بلد تاني. لك شو فيه إذا عشت مع جدي وبضل بزوره؟ ولا صدقني لما المرض بيتفشى ما رح يعرف المنيح من السيء. لو سمحتي بس بعدي شوي أحسن ما يضرب راسك بالباب. أنت شو عم تقول؟ لحظة بس. شو هاد؟ عم تحتفلوا بمناسبة فشلنا؟ لا والله كبة نية. ليلى جابت لك إياها لأنك بتحبها وبلكي بتروق. بنات مساكين، شي من برات البلد وشي من جوات البلد. بالأول بيبتزوا البنت بعدين بيبعتوها لتضحك على شي ضابط. بعد ما يخسر نجيب أولاده أكيد رح ينهار ويتدمر، وما عاد يقدر يهتم بشغله مثل الأول. ويمكن يقدم استقالته. ونحن منخلص من هالبلوينة. شو رأيك تشتري لها وردة؟ اشتري لها وردة تليق بجمالها وحلاوتها. امتى رح تفرحوا ببعض؟